دعا رئيس تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل المواطنة محمود علي سعيد المواطنين بضرورة المشاركة في عملية حفظ الأمن والاستقرار. جاء ذلك في اللقاء الجماهيري الذي نظمه التحالف أمس بمقره الكائن بالدائرة 7. رمد جبرين أجني. إن عملية استبداد الأمن والاستقرار التي تنعم بها البلاد وتعيشها حاليا وصفها رئيس تحالف جمعيات المجتمع المدني من أجل المواطنة محمود علي سعيد بالنعمة التي يمكن أن يحسد عليها، وإن أسس هذه الآليات الأمنية وعمليات التعايش السلمي والتي باتت واضحة جاءت نتيجة للسياسات المنظمة التي تتبعها السلطات العليا لبلوغ مثل هذه الأهداف المرجوة، كما تناول سلسلة من تاريخ التدخلات العسكرية التي قامت بها قوات الجيش التشادي في المناطق الحدودية وكذا في بعض دول الجوار. كل هذه الجهود التي كلفت البلاد أموالا طائلة جاءت في عملية مكافحة ظاهرة الإرهاب. كما ناشد رئيس التحالف محمود علي سعيد المواطنين بالمشاركة الفعلية في عملية حفظ السلام وجلب الأمن والاستقرار للبلاد. متابع. دائما رسالتنا رسالة السلام، وزي ما أنت تهب السلام المجتمع كله بهب السلام. بدون سلام ما في تنمية، بدون آفة ما في استنمية، بدون استقرار ما في تنمية. اليوم كن آفة بيجي ما في ده، والله ما قال القاعدين ما نقدر نقوده، عشان ده الآفة مهمة، عشان ده لازم نحافظ للآفة ده. الآفة والأمن والاستقرار ده خلي ما نخلو أي زول يجي زازية. الشاب التشادي وشاب باسل وفرضا عبر التاريخ، عشان ده دايما حافظ للآفة وحافظ للآفة، ودايما كونوا ونكونوا وراء الرئيس إدريس ديب إتنو، عشان به هو الآفي يا سقاي. وما في شيء مهم من الآفي، ما في شيء أبدا، يعني أي شيء في الدنيا ده الآفي أهم منا. نعمة الأمن لا تقاس، الأمن ده شيء مهم، عشان ده أخواننا السيدات كلها بعرفوا نعمة الأمن لا تقاس، عشان ده دائما نقول لكم كي كونوا في هزر، كونوا في يغزة، عشان البلد نحفظوها من البرجال ومن الزعزة، عشان الأمن ده بيه هو التنمية تجي، بيه هو الاستقرار بجي، وبيه هو الآفة المستدامة تستمر.